مراد السي ايوب الله عز جمعيتنا جيبه واحد الجمعنا في الجهه ديال تينجدات الطغية واحد بلاصه بعيده اماسوس سميتو اماسوس الطريق ديال الطغية ديال طغش سميت هاد البلاصه خصهم البير ديال الصنده حيت هنا كان الحجر البير ديال اليد صعيب وخصهم الماء كيجيبوا الماء غير بالكاميو باش كيجيبوا الماء باش يبقاو يصليو ويسقيو الشجاري الجمعه وهذا لازم يكون بخير خصهم البير ديال الصنده والله يرحم والدين بلاصه باش كاين الماء هاد بلاصه باش واقف هاد الراجل الله يرحم والدين الا كان شي محسنين يعدل لهم البير ديال الصنده هاد الناس هادو واقفين على الماء بزاف 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 الله يكثر خيركم والله يرحم والدين